الذكر العملي، الذكر القلبي. الذكر القلبي يعني في المواقف قبل ما تتخذ موقف، لتخطر في بالك صورة الله، أسوي هذا العمل أو ما أسوي هذا العمل. عندما تدخل في البيت وأنت مرهق متعب، تأتي زوجتك وتستفز أعصابك بدون حق، أنت تريد أن تقوم بعمل ظالم، قبل ما تقوم بهذا العمل أذكر الله سبحانه. الزوج إذا استفز زوجته استفزازاً ظالماً، قبل أن ترد عليه الزوجة يجب أن تفكر لحظة، أقول هذه الكلمة أو لا أقول هذه الكلمة؟ إذا رأت أن هذه الكلمة ترضي الله تقول تلك الكلمة، وإذا تسخط الله لا تقول تلك الكلمة. قاعد مع أصدقائك، جاءت قصة غيبة على لسانك، قبل ما تتكلم حالة حذر، حالة مراقبة، فكر أقول هاي الكلمة أو ما أقول، حالة الرقابة الدائمة. إذا رأيت أن هذه الكلمة ترضي الله فقلها، وإذا رأيت أن هذه الكلمة تسخط الله فلا تقلها. ابتلع كلامك. الإمام السجاد، القضية المعروفة، يرفع يده على الناقة عندما تتباطأ، ولكنه يوقف يده في الهواء قليلا. أضرب أو ما أضرب؟ بعض العلماء يقولون أن هذه القصة لتعليمنا، ولكنه يوقف يده ويقول لولا خوف القصاص لضربتها. هنالك قصاص عندما لا تعاشر المرأة زوجها بالمعروف، أو لا يعاشر الزوج زوجته بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. إذا لم يعاشر هذا هنالك قصاص، وهنالك حساب، وهنالك عتاب.